السلام عليكم. الموضوع اللي باش نتكلم عليه هو موضوع التورتور اللي شاد كرتاج، اللي برشا ناس قاعدين معناتها يضحكوا عليه في اليوم، لكن اون فان كونت هو اللي قاعد يضحك على التوانسة الكل سونز اكسبسيون، بأحزابها بشعبها معناتها بكلنا. هو عملنا نحنا كوميك، ونحن نحسب ولي هو معناتها نحن عاملين كوميك، وقاعد يستبله في التوانس الكل، وقاعد يتمعش في ميم طون من خير تونس، وقاعد يخدم في مصالحه وعلى حساب تونس باش 7000 صوت رئيس بلدية في دشرة ما يتمش انتخابه ب7000 صوت. ألور كرتاج وما أدراك ساكنها شخص منتخب ب7000 صوت. هذايا هو العار اللي علينا نحن، واللي هاو تعديت حكومة متاع باجي قايد سبسي، وحكومة متاع الجبالي، وحكومة متاع العريض، وربما يزيد ينطر الحكومة هذه هو السيد باقي. بين مناسبة السيد هذايا ب7000 صوت باش يبقى في كرتاج، أول حاجة يتم محاسبته فهمتني على المصاريف اللي قاعد يصرف فيها باش يعمل حملة انتخابية ليه. الانسان هذا اذا كان باش يقدم روحه للانتخابات الجايه بين مناسبه باش يبقى في كرتاج باش يعمل حمله انتخابيه لنفسه بفلوس الشعب. يا توانسه فيقوا، الانسان هذا قاعد يتمنك عليكم الكل، مش هو الملكه، هو معناتها قاعد يتمنك علينا نحن، سامحوني في الكلمه، فهمتني ولا لا؟ الشعب كامل معناتها وقفة واحدة. مش معقول إنسان ب7000 صوت قاعد معناتها يعيد فساد في قصر كرتاج، والحزب نتاعو معناتها ولات قصر كرتاج معناتها المقر معناتها الرئيسي نتاع حزب معناتها المؤتمر. في قوية توانسة راهو عار علينا. بالنسبة للمجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي تم انتخابه على أي أساس؟ على أساس معناتها باش يعمل دستور، الدستور تعمل توا فيه شنو هي الدور اللي مازال عنده؟ وفيه الشرعيه ترجع للشعب، ستدير الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه توا. ما نحكيش على الحكومه اللي تم تعيينها خليها تخدم على روحها، لكن بالنسبه للشرعيه اللي هي توا شرعيه الشعب، فهمتني؟ اللي ولاو يشرعوا لها وشرعوا لارواحهم باش يبقاو، فهمت كذا؟ واحد سيور كالباز، ثم شيء تم انتخابه عليهم، فهمتني؟ انتخابات صارت على اساس باش يعملوا دستور لا اكثر ولا اقل، فهمتني ولا؟ والسيد هذايا اللي قاعد في كرتاج اذا كان باش يتم انتخابه باش يدخل الانتخابات الرئاسيه يلزمو يخرج من توا من كرتاج، فهمتني ولا؟ وحتى اذا كان ماهوش باش يتم انتخاب ماهوش باش يدخل الانتخابات الرئاسيه لابد من محاسبته الشخص هذايا على الكلام اللي قاعد يقول فيه، على الفضايح اللي قاعدة تمس من سمعة تونس، على معناتها الاستغلال الفاحش اللي قاعد يستعمل فيه فايت حزبه، ومدخل ناس من كذا ديراكاي معناتها في كرتاج قاعدين ياخذوا في شهريات على حساب دم التونسي ودم الزوالي ودم اللي يمشي حافيان في الريف باش يمشي يقرا، فهمني؟ في قوية تونس اخطر انسان ويلزم تويك تخرجوه من كرتاج هو التورتور اللي موجود في كرتاج، واللي قاعد يتمعش من مال تونس وعلى حساب شعب تونس، وهو اللي قاعد معناتها فهمتني قاعد يسير في الامور معناتها بخبث كبير، وعاملين لكم صوركم كوا بهلول، وهو معناتها اسقط منه حاشاكم ما ثماش، اكبر خائن واكبر نذل، فهمتني؟ واللي معناتها هو كان جاي لقاو فيه الخير، راهو لقاو فيه الخير للناس اللي معناتها عاونوه قبل واللي وقفوا معاه، فهمني؟ الور كيفاش الانسان هذا مازلتوا تنتظروا منه يظهر لي الخطاب اللي عمله البارح قدام معناتها من الحكومه الجديده يدل على المستوى نتاعو اخطا معناتها المهازل اللي عملها قبل. الور اذا كان عندكم هدف تويكا حطوا هدف واحد، تعلموا حطوا هدف واحد سون زي باربيي معناتها لي زيدي فهمت كذا وتحاربوا منه ومنه، حطوا هدف واحد لمصلحه تونس. اول مصلحه تويكا تونس اخراج التورتور هذاك من كرتاج العزيزه، كرتاج اللي
كان فيها بورقيبة الغالي، فهمتني ولا؟ كارتاج اسمها بركة، فهمتني؟ أنت يمثل تاريخ تونس، باش يكون فيها نذل وحقير كما هذاك. تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.